مساء الخير. أول شيء بدي أقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله هالسنة الجديدة تكون سنة خير علينا وعليكم. أهم شيء الصحة، وهالوباء يفل تكون سنة خير. اليوم هيك كنا عم نحكي، إجت على راسي فكرة مشان هيك سجلت هذا الفيديو. كنا عم بنقول إنه عادة السنة بتكون 365 يوم، 2020 حسيناها كأنه 365 سنة وما رح تخلص. البعض حتى كان عم بيقول قولكم الساعة 12 رح يعطونا وقت إضافي أو وقت بدل ضائع من 2020 وما تقلب الساعة على 2021. بسنة 2020 بعتقد إنه هيدي السنة رح تنذكر بالتاريخ، مش اللبناني طبعا، العالمي. كل الجيل اللي عاش هيدي السنة رح يخبرها للأجيال اللي جاية، يعني رح يخبرها لأولادنا ولأولاد أولادنا ولأولاد أولاد أولادنا، لأنه كل شيء ممكن يصير صار بهيدي السنة. كل شيء بيجي على راسكم ممكن يصير، من مصايب ومن كوارث ومن أوبئة ومن أمراض ومن فقدان شخصيات بنحبها، من حروب، يعني كل شيء ما بقي شيء إلا ما صار بهيدي السنة. وكلنا مراهنين انه ان شاء الله كل هالمأساة اللي صارت تخلص بانتهاء ال 2020. بس اهم شيء صار هو هيدا الوباء اللي اسمه كورونا، اللي فيه رسالة كانت كتير مهمة يمكن بعتها الله من خلال هيدا الوباء، اللي هو انه قدر يفهمنا انه نحن قد ما نقدر نعمل وقد ما نتزاكى وقد ما نخبر عن جبروتنا وعن ثقافتنا وعن علمنا وعن فلسفتنا وعن التكنولوجيا اللي قدرنا وصلنا لها، كله هيدا بينتهي قدام إرادة ربنا، اللي هو فرجينا انه بفيروس هالقد قدر يجمد العالم بحرا برا وجوا. جمد هيدا الكون كله، زرب هالعالم كله، فضل بلدان، فضل الساحات، وقف الطيران، وقف السيارات، وقف الواخر، سكرت الدنيا كلها بمجرد انه في وباء خرج عن سيطرة الانسان. وهون قديه بين هيدا الانسان انه ضعيف. يعني نحن بنفكر حالنا صرنا كتير قوية، قدرنا نعمل طيارة نطير، قدرنا نعمل باخرة نمشي فيها بالبحر بالمي، بس فرجينا الله بلحظة من اللحظات انه نحن قديه ضعاف قدام إرادته. لما قرر انه يلقننا درس، ودرس قاسي جدا، فما قدرنا نعمل اي شيء. حتى لقاح بعد لحد هلا منا متفقين اذا هيدا اللقاح بيسيطر على الكورونا ولا لا. اذا 2020 خلينا نقول الله معه، ما بدنا نسبه، ما بدنا نشتمه، بدنا نقول بس كل شيء بنتمناه انه ال 21 تكون افضل، ترد لنا حياتنا الطبيعيه. بس الاهم انه كمان ما ننسى الدرس اللي تعلمناه، هيدا الدرس اللي مفروض يعلمنا اشياء كثيره، انه نحن كيف لازم نحافظ على النعم اللي عطانا اياها ربنا، على النعم اللي عطانا اياها هذا الخالق اللي نحن ما عرفنا نحافظ عليها. عطانا بيئه لوسناها، عطانا دماغ استعملناه بالمكان السيء، عطانا أخلاق دمرناها، عطانا دين تنحب بعضنا باسمه، قتلنا بعضنا باسمه، قتلنا الناس وذبحنا الناس باسمه بكافة الأديان، مش عم بحكي عن دين معين، بكافة الأديان كل حدا استعمل الدين ليقتل الآخر. طيب كل هيدا الله عطانا إياه كنعم، نحن استعملناه بالمكان الخاطئ، فهيدا كافي وكافي جدا انه الله له حق علينا يجي قلنا يا جماعة روقوا على وضعكم، انا بحركة صغيرة بقدر ارجع ردكم نكرة لا شيء، القرار لي. فاذا انا هيدي الرسالة بعتبر اني تلقيتها بال 2020 وتعلمت منها اشياء كتيرة. تعلمت انه المحبة مهمة بين الناس، تعلمت قدي صعبة انه ابنك بيك امك
صديقك عم بيموت ويختنق قدامك، انت مش قادر حتى تكون حد وتمسك له ايده هي وعم تطلع روحه. ليكو هالشعور، شعور انت اللي واقف حد المريض قدامك، انت مش قادر حتى تكون حد وتمسك له ايده هي وعم تطلع روحه. ليكو هالشعور، شعور انت اللي واقف حد المريض، وشعور المريض اللي هو بحاجة انه يمسك ايدك قبل ما تطلع روحه منك قادر. بتمنى انه نكون تلقينا هذه الرسالة جيدا، فهمناها جيدا، وبال 2021 نعود الى ضميرنا، نعود الى قلوبنا البيضاء، نعود الى التسامح بين بعضنا، والعمل بما اعطانا اياه الله لخدمة نفسنا وخدمة الاخرين وخدمة البشرية، وليس لتدمير نفسنا والاخرين والبشرية. ما عم نظر عليكم، بس حبيت هيك شارككم الليلة قناعة وتجربة عشناها سوا. بتمنى لإلكن ولإلنا الصحة، وتكون هالسنة سنة خير، ويا رب يا رب إنه ترجع الأمور لطبيعتها. كل عام وأنتم بخير.